من جديد اهلا بكم اعزائي المشاهدين. التعليم ثم التعليم ثم التعليم، بدون التعليم لن يكون هناك حياة. اول آية نزلت في القرآن الكريم، اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. بدون التعليم لن تكون هناك مصر، لن تكون هناك دولة حياة. النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة اتخذ من المسجد مدرسة للتعليم، يعلم فيها. أول آية زي ما قلت اقرأ باسم ربك الذي خلق، التعليم، العلم. بدون العلم والعلماء والتعليم طب انت يعني هتعيش ازاي؟ يعني هتمشي ازاي؟ اي جهود، اي حاجه بتعملها الدوله دون اصلاح منظومه التعليم لن تؤتي ثمارها وستذهب ادراج الرياح. مش هيبقى لها قيمه. ثمارها ازاي؟ التعليم. التعليم هو الركن الاساسي في بناء الامم. هو اللاعب الرئيسي في اناره العقول وتطوير المجتمعات. بدون إصلاح التعليم لن يستقيم برنامج الإصلاح وبرنامج التطوير وبرنامج النهضة اللي بتقوم بها الدولة المصرية دلوقتي في بناء الدولة المصرية الحديثة. الرئيس لما تحدث عن الإنسان قال إن احنا انتهينا من بناء الأساسيات بتاعت الدولة، والآن نبني في الإنسان، نبني في البشر. لما اتكلم عن ده، عن التعليم ومشروع التعليم في منتدى الشباب في جامعة القاهرة، وتحدث عن التعليم. طيب هل مشروع القومي للتعليم الذي تنفذه وزارة التربية والتعليم وتنفذه الدولة المصرية أتى يؤتي ثمار أو بانت بشيره، أم هو مجرد مشروع نظري البعض يصفه بأنه عشوائي لا يستند إلى خطط علمية واقعية تتعامل مع الواقع، واقع التعليم وحاله في مصر؟ أحلام، طموحات وزير التربية والتعليم، نتمنى أن تجد لها مكانا في أرض الواقع هذا المشروع. أرحب بضيوفي من على اليمين، سيادة النائب المحترم عبد الرحمن عبد الجواد عضو لجنه التعليم مجلس النواب، اهلا بيك سياده النائب. اهلا وسهلا بيك. والدكتوره بثينة عبد الرؤوف الخبيره التربويه، اهلا بيك يا دكتوره. اهلا وسهلا. التعليم، هبدا مع سياده النائب من على اليمين، ربنا يجعلنا من اهل اليمين. يعني هو السيدات ليديز فيرست، بس سياده النائب عشان يجعلنا من اهل اليمين يعني، فهنبدا بسياده النائب. مؤخرا في الفصل التشريعي الجديد تم تعديل لجنة التعليم، تشكيل جديد للجنة التعليم، وقول لنا كده بالنسبة للإطار وخطة العمل اللي هتعملها لجنة التعليم في هذا الفصل، ومدى التماس حول هذا المشروع الجديد. هل فيه اتصال وفي تنسيق مع وزارة التربية والتعليم والوزير بشأن هذا المشروع القومي الكبير ده؟ بداية احنا عندنا لقاء يوم الأحد ولقاءات دورية مع معالي الوزير ليعرفنا المراحل اللي توصلنا ليها في هذه الخطة اللي بدأت. بنستعد خلال هذا الفصل التشريعي، أيوة، أو المفترض ان احنا يكون عندنا قانونين لازم يكونوا من التربيه والتعليم. القانون الاولاني والاهم وهو قانون ثانويه عامه، لان حتى تاريخه انا عندي قانون 20 ل 2013. ده قانون جديد؟ ده القانون القديم اللي موجود بتاع الثانويه العامه. فانا ما اقدرش اغير في اي انظمه في الثانويه العامه ولا اخليها على 3 سنين الا لما اعدل هذا القانون. تمام. حتى تاريخه قانون لم ياتي المشروع، يعني لم ياتي نهائي، فده شيء منطقي ان لازم هذا القانون ياتي هذا العام، والا
يبقى هذا يعني قانون جديد للثانويه العامه، قانون الثانويه العامه طبعا، والا يبقى الثانويه العامه مستمره بوضع الحالي. يعني في قانون موجود، عشان تغير ثانويه عامه لازم تعدل هذا القانون. تمام. فدي اول حاجه لازم تجي لنا هذا الفصل التشريعي. وان كانت فيها ملابسه ايوه، ان التلميذ دخل اولى ثانوي بتاريخ 22/9 ولا زال القانون القديم موجود. الوضع دلوقتي القانوني، التلميذ ده هل لو طلع قانون جديد السنه دي ينطبق عليه ولا هو ينطبق عليه القانون السابق؟ يبقى التلميذ اللي في اولى ثانوي القوانين لا تطبق ولا تراجع. التلميذ اللي عندي في اولى ثانوي اليومين دول ده تلميذ محتار رايح اصلا، والاسره النظريه معاه محتاره هو تبع انهي. بس الثابت معانا ان القانون ما اتغيرش ولم ياتي لنا قانون جديد، لو حتى تاريخه على نفس الوضع هو هو دون تغيير، لان ما جاليش قانون. قانون 20/2013 ثابت في ثانويه عامه، نظام عام واحد في سنه ثالثه. القانون الثاني وهو طال انتظاره ولازم يجي بقى عشان يواكب التطوير، وهو قانون التعليم. لازم القانون يساير التطوير المقترح، ولازم يعطي للمعلم جزء من حقه، مش المالي بس، حقه الاجتماعي وحقه الادبي. لان احنا في القانون لما كان الدكتور هلال الشربيني موجود، هذا القانون كان وصل للنور وكان خلاص وصل للنور ببساطه. كان في اهم بند مهم جدا، ان المعلمين ولادنا بتوع التربيه والتعليم ما يتمش التحقيق معاه. ده قانون عام بقى للتعليم، لاصلاح التعليم كله. مظبوط. لان التطوير محتاج تغيير حاجات كتيرة، بس ما كانش وصل بقى للبرلمان ايام الدكتور هلال، ولا كان وصل؟ وصل ورجع تاني، ورجع تاني مع التغيير الوزاري، رجع القانون مرة أخرى. طب إيه 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 كانت يعني إيه اللي تعثر؟ تعثر بسبب إيه؟ لا، رأي الوزارة قالت إيه؟ رأي الوزارة قالت إن التطوير الجديد هذا القانون لا يناسبه. فإحنا هناخد القانون نعدله. وكان ساعتها دخل علينا شهر رمضان، إن شاء الله بعد رمضان هيجي لنا القانون بالتعديل بما يناسب التطوير. إحنا دلوقتي عدينا 2 رمضان ولسه القانون ما جاش. فالمفروض يجي لان في تطوير. فالقانون لازم يواكب هذا التطوير. فدول اهم قانونين مظهرين من التعليم ما قبل الجامعي، المفترض ان هم يجوا لنا في هذه الفتره. في الفتره. انتوا يوم الاحد عندكم اجتماع، يعني بعد بكره عندكم اجتماع مع وزير التربيه، ده خبر يا جماعه. يوم الاحد عندك اجتماع مع مظبوط. مع وزير التربيه والتعليم عشان يعرفنا. طب ايه يعني الاجتماع هيبقى هتناقشوا ايه في الاجتماع؟ احنا عندنا موضوعين. التطوير بيضم كي جي 1 وكي جي 2 واولى ابتدائي. تمام. وتم تدريب مجموعه من المعلمين، وتم تغيير المناهج، وفي نجاحات في هذا الميدان الحقيقي تمت، وفي سلبيات ظهرت. فبنقف على الايجابيات والسلبيات اللي تمت في تطوير كي جي 1 وكي جي 2 واولى ابتدائي. والموضوع الاهم الثاني وهو الثانويه العامه والتابلت. وهل يا ترى الوزاره هترجع لقرار لراي لجنه التعليم السابق بان هذا العام مش هينفع التطبيق؟ لان حتى تاريخ التابلت ما توزعش. واحنا كنا طلبنا، كان الدكتور جمال شحا طلب قال ناجل السنه دي، ناخد راحتنا عشان ندرب المعلمين بتاعتنا وندرب التلميذ ونهيئه ونوزع التابلت، لان اكيد التابلت هيكون فيه مشاكل معاه، فيبقى تطبيقنا من العام القادم. بس الوزير ما اجلش. الدكتور جمال طلب، جمال شيحه طلب فعلا، طلع على الكلام ده فعلا ان مش هنلحق، والدكتور نفسه وظيفته هو الدكتور طارق جه يوم الاحد عشان الموضوعين دول. وصلنا لحد فين في التطوير بتاع اولى ابتدائي وكي جي 1 وكي جي 2؟ تمام. والثانوي العام احنا وصلنا لحد فين؟ نسبه التابلت اللي وصلت قد ايه؟ بدايه التوزيع امتى؟ نظام الامتحانات المفروض ان اولى ثانوي كان اعلن ان ما يكونش في امتحان اخر سنه، ده كلام اعلن لسه. اولى ثانوي اللي شغاله دلوقتي، ما احنا مش عارفين اولى ثانوي دلوقتي هينطبق عليها ايه. هل هيمتحنوا 4 امتحانات؟ طب الاربع امتحانات هي اعمال سنه بقى؟ ده احنا لسه هننتظر ونسمع من يوم الاحد. حتى لما بسال المعلمين بتاعت اولى ثانوي نفس السؤال، هو هيمتحنوا ازاي؟ قالوا مش عارفين. سالت الديوان هو الامتحان ازاي بتاع اولى ثانوي؟ قالوا مش عارفين. فاحنا اكيد لان المعلمين ولا المدرسين عارفين شكل الامتحان هيبقى ازاي ولا عارفين؟ لا مش عارفين. المفترض ان كان في تابلت وفي 4 امتحانات، صح، وان السنه دي سنه تجريبيه. تمام. طب الترم الاولاني على الوضع ده، الترم الاولاني مش هيكون التابلت اشتغل بكل حسابات العقل يعني. يعني هيتوزع في شهر 12 عقبال ما ياخدوا عليه، مش هنلحق الترم الاولاني. طب الامتحانين بتاع الترم الاولاني ايه البديل عنهم؟
هنعمل ورقه وقلم. طب هيتعمل ازاي؟ طب مين اللي هيصحح؟ طب ايه النظام؟ ولا نلجا للحل المنطقي بالتاجيل للعام القادم عشان يكون كل الخيوط معانا؟ صحيح صحيح. فده الموضوعين الاهم اللي احنا جايين لهم. انا هرجع لك تاني عشان التابلت ده فيه كلام بقى. التابلت ده فيه كلام ومين بيمول مشروع التابلت والفلوس اللي اخذوها من بنك الدوله عشان مشروع التابلت. دكتوره دكتوره ابو سيد رايي كيف الاول في اولا بقى كيف الكلام اللي قاله المهم جدا اللي قاله السيد النائب. السيد النائب بدا ب يعني فجر كام حاجه خطيره جدا. اول كلام ليه فجر لي شويه حاجات كده مش عارف. انا انت رايك في الـ في منظومه التعليم الجديده ومدى رضائك عليها كخبيره تربويه وموجوده في العقل من زمان يعني؟ اولا خليني اقول لك سلام طيبين لازم تمد للنبي الشريف. وانت طيبه. عايزه اخد من اسلوبك انت ومن كلامك هقول رايي بشكل بسيط جدا في التطوير. اتفضلي. لو انت بتحكي بقى كده. اتفضل. ناس عايزه تعمل ديزاين لي عندها مناسبه كان فستان حلو قوي. فجابوا ديزاينر عالمي. قالوا له صمم لنا الفستان. فالديزاينر ده فرح جدا وجه جاب ادواته كلها وقال انا هعمل لكم حاجه ما حصلتش. وابتدى يجيب مساعدين كتير ليه وابتدى يصمم ويفرش ورق على الترابيزه والناس تقول له ايه؟ بصيت على القماش؟ هو عارف حضرتك بصيت على القماش؟ لا هو عارف مش عايز يبص على القماش. وابتدى يصمم وعمل يجيب اكسسوارات وجاب حاجات وجاب شنطه وجاب الجنه اكسسوارات والمازات والناس عماله تقول له بص على القماش. وبعد ما خلص التصميم والناس طبعا المساعدين بيهللوا له فوجئ بص على القماش لقى القماش ايه؟ مش مكفي. القماش ما كفاش. ولا النوعيه تنفع. ولا تصميم. ينفع القماش. لا القماش عاتت. بصوا العد بقى. مش عت ولا حاجه. ولا مكفي ولا نوع ينفع الديزاين اللي عامله. هو ده اللي حصل. ده اللي حصل في الحقيقه. ده اللي حصل. يعني ربنا الناس تكون مصلحه المعلومه. حد قاعد يخطط على الورق. وقاعد يفرش ويجيب حاجات ويصرف على الكماليات. اما جه مسك القماشه نفسها ل 40,000 معلم نقص في ثاني شهر. طب ينفع يا سياده الاداره؟ لا 40,000 معلم عجز اكتشفه في ثاني شهر. ثاني شهر بعد الدراسه تبتدي يا جماعه. ده احنا قاعدين بنعملها 40,000 معلم ده مكتوبه هم اللي كاتبينها مش والله. ايوه في ايه ثاني شهر؟ يعني اعلنا ان ثاني شهر. لان اولى ابتدائي بتحتاج 2 معلم في الفصل. يعني اولى ابتدائي هو ده اللي انا هو انت صممت حضرتك في القماش. شوف انت عندك معلمين يعملوا ده ولا لا؟ شوف المدرسه تنفع ولا لا؟ شوف حضرتك امكانياتك ينفع ولا لا؟ الفصل ينفع اديتك اللي قاعد عليها اديتك. ما ده اللي انا بقوله. هي دي بقى. فبص الاقي ابتدي ابص الاقي المدارس ما فيهاش فيشه في الفصل. يعني ممكن وصلت المعلومه يعني وصلت الفكره. انت عارف وصلتني ازاي؟ ان اللي قلتيه ده لو انطبق على مشروع تطوير التعليم. ايوه. ان الديزاين اللي صمم لنا مشروع فنكوش ماليش دعوه بس انا ما هو قال لي دكتور. لا 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 يعني 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 ما هو صمم حاجه مش موجوده. لا 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 مش موجوده. هو ما شافش امكانيات هذا التصميم يمكن تطبيقه دلوقتي ولا لا. ما هو انا ممكن اعمل تصميم رائع وبعدين بقى استنى زي ما سياده النائب قال ايه؟ احنا كان ناجل مثلا زي ما كل الناس كانت بتطلب اجل استنى اما تشوف امكانياتك ايه؟ اجل نظام اولى ثانوي بس على الاقل. ناس اولى ثانوي يا جماعه اولى ثانوي لسه مش جاهزه، يا جماعه اولى ثانوي فصول مش جاهزه، يا جماعه ما فيش ناس اتدربوا كويس، ما فيش. فاللي حصل انا بنتي في اولى ثانوي. تخيل بنتي ايه دلوقتي؟ احنا مش عارفين حاجه خالص. ولا المدرسه عارفه ولا انا عارفه كوليه امر، انا بتعمل كوليه امر، ولا المدرسين عارفين ولا عارفين هنمتحن امتحانات شهر ولا امتحانات ترم، ولا هنمتحن امتحانات نص السنه ومش هنمتحن، ولا احنا ثانويه عامه ولا احنا اولى ثانوي. النهارده 18 11 ولا النهارده 16 النهارده يعني 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 احنا يعني الاسبوع ده يخلص انت هتبتدي تخش على ديسمبر اللي هي الامتحانات 30 ديسمبر. الامتحانات نص السنه. نص السنه اللي هي امتحانات الترم اللي بيقولوا عليها. مش عارفين اي حاجه اصلا، وعارفين التابلت جاي ولا تابلت ولا استلم التابلت على فكره ولا حاجه يعني عشان تبقى عارف حضرتك مفيش تابلت. فهي دي الفكره. يعني اولى ثانوي ما استلمتش التابلت؟ لا طبعا حضرتك مش حد استلم. يعني بنتك ما استلمتش التابلت؟ والله ما استلمت التابلت ولا بنتي ولا اي حد من اللي انا اعرفه استلم التابلت. فاذا هي الفكره في ايه؟ التطوير
نظريا قد يكون جيد جدا يعني. وده الفرق ما بين حد يعني هو ما حدش اعلم بشكل رسمي انه مسلمه التابلت يعني يعني قيده في 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 العمليه التعليميه وفاهم، وحد هو مجرد قاري او هو عنده كل افكاره جايه مثلا من يوسف ونسكو. هي مين اللي حط لنا النظام ده يا دكتور؟ نظام ايه؟ نظام التعليم ده، مين اللي حط لنا النظام ده؟ مش الدكتور المنظومه الجديده دي؟ الدكتور طارق شوقي. الدكتور طارق شوقي، لكن الدكتور طارق شوقي مش بيستعين بخبراء، ما لا مش هو بلجنة. هو رفض. لا معلش هو رفض، مش هو رفض عشان ما نحملش. لا مش هو رفض وقال لك كل التربويين هم اللي بوظوا التعليم وبتوع التربيه دول هم اللي بوظوا التعليم قبل كده؟ مش هو قال كده يا استاذ كمال؟ لا لا استاذ قال كده، قال كده. هو التنوير اللي بيتم ده اولا مش فنكوش ولا حاجه، هو فنكوش. لا 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 هذا وصفي من يعني معلش عشان في مشاكل في موضوع ثانويه عامه. تمام. في مشاكل في مشاكل. طب ما ده اللي انا بقوله. في الخطه الزمنيه اللي اتعملت مش هي اللي بتنفذ؟ الخطه، ولكن ما حدث في الصف الاول الابتدائي عشان نكون برضو احنا بنعيش تجربه ولازم في بعض الايجابيات كانت واضحه فيها. اولا تم تدريب. اكيد ما فيش العمليه كلها مش سلبيه. يعني انا بس حتى يعني هوضح لك بس نقطه عشان انا مع حضرتك يعني بمعنى ايه؟ بس لا عايز المعلمين. طب هكمل بس. نعم تم تدريب المعلمين تدريبات في كل المحافظات، وتدريب ده دوري يعني خدوا تدريب هيبداوا اليومين الجايين تدريب اخر وتدريب مستمر. تمام. الوقت نفسه قصه اثنين معلمين معقوله. المناهج اصبح المعلمين اللي في المرحله الابتدائيه دلوقتي عندهم حاجه كوميديه قوي، بيقول احنا الاهتمام باولى ابتدائي شيء وبقيه الصفوف الدراسيه شيء اخر. طبعا انا مش هتكلم على الكي جي 1 والكي جي 2 لان التلامذه اللي فيهم لا يمثلوا اكثر من 30% من اللي في هذا العمر. تمام. فانا مش قضيه عندي لان 70% من التلامذه المصريين ما بياخدوش حضانه. فانا اولى ابتدائي لا فيها نجاحات. فيها نجاحات؟ فيها نجاحات. بداية تجربة كويسة، بداية تجربة فيها سلبيات؟ فيها سلبيات. يعني أنت قبل ما تعمل النظام ده زي الدكتورة بتقول كان لازم تجيب معلمين. هو عنده تحدي بالنسبة للمعلمين يهلكك من الضحك، إيه هو؟ عنده 10% من المعلمين ما لهمش جدول. هل المفاجأة دي؟ معلمين الدراسات الاجتماعية. ما لهمش جدول. معلمين القانون. يعني 10% ما عندوش جدول. زيادة. يعني زيادة. زيادة. معلمين فرنساوي، معلمين مواد تجارية. دول اتعينوا في ايام الثورات ما لهمش جدول. 10% من المعلمين بدون جدول؟ بدون جدول. انا عندي في بني سويف بس 1000 معلم دراسات ليس لهم جدول. وشعبة فرنسا وشعبة تجاري، وفي الوقت نفسه عندي عجز من 15 ل 20%. طب بيعملوا ايه؟ فرصات اخرى بقى. ما بدون جدول دول بيعملوا بيقعدوا يمضوا يوم. في لحظه من الفترات قرروا ان هم يدوا مواد مختلفه ونعيد تاهيلهم مره اخرى. بيروح رافع قضيه في مجلس الدولة ويكسبها ويجي راجع تاني. جدوله حصتين أربعة، إنما هو شخص ملوش جدول. شوفوا التحدي التاني ده. ده كلام ده مهم، ده قضية مهمة اللي أنت بتقولها دي. طبعا. طب حلها إيه دي؟ عملتوا فيها إيه؟ دي محتاجة قانون في التشريع في تطوير إن يشوف لهم حل. في الوقت نفسه هو عنده عجز 20% وبصفة خاصة 40 أنت قلت 1000 معلم. 1000 معلم. عنده عجز بقى فين؟ في اللغة العربية. أيوه. في الرياضيات. في العلوم بصفه خاصه اللغه العربيه. بنقدر نعمل ايه في المدارس؟ يلغوا حصتين. يعني مثلا هي 10 دي 8. جدول لانه ما عندوش عربي. او يجيب مدرس الدراسات ده بصفه وديه يدي عربي. يدي عربي. والعربي ده اساسي اللغه العربيه. ما عندوش حل. اساس. ما عندوش حل. فبناء عليه بدا يتم الاعلان اليومين دول عن بدايه التعاقدات. انا عاوز اقول عليك على حاجه يعني برضه تشكر عليها الوزاره. اتفضل. وانا بشكر عليها الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشؤون التعليم. اول واحد يعمل قاعده بيانات صح. طلع جوه قاعده البيانات دي بلاوي. ايوه ما هي بس ابسط حاجه. عندك حاجه المهم بقى عندي قاعده. انت عندك قسم في كل مديريه اسمه الجمعيات. انا ما اعرفش ايه الجمعيات دي. فمثلا فيها كام مدرس او 19، مين دول؟ طب دول بيعملوا ايه؟ ما اعرفش. كل واحد منقي له خن في الديوان او في المديريه او في الاداره حدد. الدكتور محمد عمر عقبال ما عمل قاعده البيانات دي عشان يعرف الناس اللي مستخبيه دي فين. بدات الخريطه تبقى واضحه قدامه. وبناء عليه الفتره الجايه يبقى في قرارات هتزعل ناس. ما ده اللي احنا كنا عايزينه. النقل يتم من هنا. اصلا يعني انا كنت عايزين معلمين عربي في ظل العجز ده قاعدين في الديوان.
شيء مش عارف ايه وايه مسميات غريبه قوي. انا مش محتاج الا واحد عاملين 19 ليه؟ كله مش عاوز يروح الكره وكله عاوز يفضل في المدينه. لما قاعده البيانات دي اول قاعده بيانات حقيقيه تتعمل وانا فعلا عملها نائب الوزير محمد عمر. انا حقيقي بشكره لما هو شخصيته تبشر فعلا قاعده البيانات دي وانا بشكره. ده ايه اساس العمل؟ هي قاعده تساعدنا الاول وتحدد احتياجاتنا. صحيح. لا انسى منه جمله قال التوجيه حلول مشكله الفشل. الفشل ده مركز عندي مستحيل تتحل. انا فوجئت ان خلال اسبوع اتحلت بنسبه 70%. يعني انتوا كان عندكم حل انها تتحل وما حلتوهاش الا لما هو جه وقال حله. صحيح. فانا وانا بحييه وانا بحيي اي مسؤول يراعي ربنا ويعمل ضمير. هو دكتور محمد عمر شغال الجزئيه بتاعته. احنا بنحيي اي مسؤول محترم يراعي ربنا. فدي كانت بدايه. عندك بقى حاجه ثانيه في عالم المعلمين. انت عندك 60% منهم على الاقل له مهنه اخرى. ليه؟ لان دخله ما بيكفيش حياته. 60% اما ما بين دروس خصوصيه او مهنه اخرى عشان يكمل حياته لان مرتبه مش مساعده. كل هذه التحديات اللي بتقابل اي وزير دي تحديات جايه من التراث هو وارثها. ماشي. ما في تحديات موروثه، في مشاكل موروثه اصلا من زمان، وفي مشاكل مستحدثه جدت، وفي مشاكل جدت مع النظام الجديد زي ما قلت حضرتك. مظبوط. سياده الدكتوره، ايه رايك في المشاكل اللي طرحها سياده النائب؟ انت بقى كخبيره تربويه وبعيدا عن ما قاله الوزير ان التربويين افسدوا العمالة التعليميه وبعيد وهم اللي بوظوا الدنيا، وسيبكم القصه دي بعيدا عن دوت. لا لا خلينا نتكلم بقى بشكل يعني عايزين حل. عايزين حل. لا هي بس عايزين حل. اللي قاله سياده النائب لانه بيقول لك 10% ما لهمش جدوى. ما هي انا اللغه العربيه مش موجوده. لا هي موجوده. هي بس حضرتك ايه؟ لا في عجز المدرسين. لا في سوء توزيع. حتى مثلا دكتور محمد يقول لك انا عندي سوء توزيع. انا عندي مثلا مراكز مليانه ناس ولاقي في القرى بتاع المركز نفسه عجز. ليه؟ عشان زي ما الدكتور قال ان الناس مش عايزه تروح المناطق البعيده او اللي هي اللي في قلب العزبه من جوه لان انت ما بتدلوش مقابل حضرتك. انت عارف يا دكتور انا رحت في الفشل دي رحت مدرسه لقيت مدرسه تربيه رياضيه وحيد في مدرستهم يا جماعه مدرسه التربيه الرياضيه بس. قالوا نحمد ربنا ان هو جه. ليه؟ قالوا لي ده بيجي من ايه الحته اللي بعد اسيوط بعد بني سويف بعد حصل معانا بعد بني سويف واسيوط ايه؟ في هنا. طب بيقولوا بيجي من هنا في يوم عشان يجي المدرسه. طبعا من هنا بيجي خط قطع ولا والمرتب مفيش مقابل. طب يا دكتوره فكويس ان هو بيجي. يعني حضرتك انت معانا مداخله يا دكتوره هرجع لك تاني. طب اتفضل كملي كلامك. معانا الاستاذ الدكتور حسن شحاته استاذ المناهج بجامعه عين شمس. دكتور حسن اهلا استاذ ماجد. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. احنا بنتكلم تاني عن التعليم لانه يعني عدنا نفتح الملف من جديد تاني لانه الملف ما فتحناهوش ما قفلناهوش يعني. فرايك ايه في النظام الجديد؟ وخصوصا بعض المشاكل اللي استجدت مع البدء النظام الجديد وبدء الفصل التعليمي الجديد يعني. لا خلينا نقول ان النظام الجديد بدا في رياض الاطفال بنجاح وان اولياء الامور راضيين زي ما الاعلام اتكلم بنسبه 80% عن الصف الاول الابتدائي ورياض الاطفال. اما الصف الاول الثانوي يمكن في مشكله توزيع التابلت او ان يعني لسه بعض المعلمين مش مستعدين او لا احنا عندنا عجز يعني. حتى سياده النائب هنا معايا سياده النائب اعرف حضرتك معايا سياده النائب عبد الرحمن عبد الجواد عضو لجنه التعليم بمجلس النواب ومعانا الدكتوره بوسينه عبد الرؤوف الخبيره التربويه. ده زملاء فاضل ربنا يبارك. هم طرحوا فكره دلوقتي ان في عجز اصلا في في المعلمين في عدد المعلمين عند 40,000 عمل معلم عجز في 40,000 معلم وفي سوء توزيع للمعلمين نفسهم على الـ على الـ على الحصص وعلى المدارس. خلينا يعني نستخدم الاسلوب العلمي شويه في الكلام. التعليم ليس قضيه وزاره. التعليم قضيه دوله قضيه بتاعها. لابد ان رجال الاعمال يشاركوا بان هم يدربوا معلمين في كليات التربيه والمعلمين اللي هم قدامى او مواطنين القدامى. هو ايه دخل معلش يا دكتور ايه دخل رجال الاعمال
في ان في عجز في المدرسين. رجال الاعمال مشاركين في الاستفاده من منتج التعليم او مخرجات التعليم. بد ان يكون مشاركه في اعداد هؤلاء الطلاب، ولو يشيلوا جزء من هذا يعني حتى الدول المتقدمه، الدول الاشتراكيه زي الصين وروسيا وغيرها من الدول، بتجعل المجتمع المدني مشارك فاعل، والمشاركه الفعاله للمجتمع المدني هتقضي على المشكله، لان بصراحه الدوله غير قادره على انها توفر اكثر من 80 مليار جنيه مصري للمعلمين، 90% منها اجور متدنيه للمعلمين، فما عندهاش يعني تجاري اطبخ يا سيدي كلب. طب ازاي؟ ايه؟ هقول لك المجالس القوميه المتخصصه لابد من تنويع مصادر التمويل. تنويع مصادر التمويل يعني عندنا الدكتور وزير الاوقاف كتر الف خيره بيعمل اوقاف، بيشوف الاوقاف الخيريه اللي خاصه بالتعليم، هيرفض التعليم فكره التعليم بيها. رجال الاعمال اهل الخير، لابد يا استاذ ماجد ننوع من المصادر التمويل حتى نستطيع ان نبني المدارس ونقلل كثافه الفصول وندرب المعلمين ونعد المعلمين. ما في بطاله بتصل ل 11% من خريجي الجامعات، ما ناخدش نعمل لهم تدريب تحويلي ونعملهم معلمين ويقعدوا لمده في كليات التربيه. ده كلام محترم. يدربوا مسائي مثلا وياخدوا دبلوم مسائي ويشتغلوا ويسد العجز بيهم. طب خليك معايا، خليك معايا يا دكتور، لان فكره كويسه جدا اللي انت قلتها ديت. نسمع غلط ست النائب، تدريب تحويلي للخريج الجامعات عشان يشتغلوا معلمين، ايه رايك يا ست النائب؟ اللي موجود في الخدمه ولا اللي من بره؟ اللي بره. ما انا عندي من بره كتير، بس اسمح لي ان انا اعينهم او اسمح لي ان انا اتعاقد معاهم. انا معايا التخصصات دي بره كتيره جدا. ايوه. المطلوب ان انت تفتح لي باب التعاقد معاهم، والمفترض ان التعاقدات هتبدا الاسبوعين دول. ايوه. بس مين اللي يعلم بقى؟ احنا غلطنا غلطه في ال 30,000 معلم. أيوة. احنا عملناه مركزيه. ايوه. لما جه المركزيه فابننا بتاع بني سويف جات له المنوفيه. حصلت مشاكل وازمات، فاضطر ان بتاع بني سويف يرجع تاني، فجالي في تخصص مش عاوزه. اللي عاوزه بتاع المنوفيه. فالمره دي التعيين هيكون على المحافظات، ان كل محافظ. المحافظه تحدد هي عايزه ايه؟ ده انا بقى مش عاوز كل محافظ، ده انا عاوز كل اداره. اداره تعليميه. اداره الفشت وبيبه دي بعيده عني 40 كيلو. ابن البندر عندي هيزهق منها. عين ولاده. الاداره التعليميه نفسها تعين ولادها. ما هم خريجي كليات ومؤهلين. ليه؟ بس هنضمن منين بقى؟ اصل كده هيبقى فيه محسوبيات. ممكن تخش المحسوبيه والوسط. ده اللي حصل فتره من فترات. يعني عشان نضمن بس عدم تسرب. ابدا ابدا. كان موضوع قواعد. احنا لما عينا 30,000 معلم وبعدين المجموعه المتبقيه منها كان في قواعد واضحه. واحد كان التقدير. كان الفيصل بيننا هو التقدير. بعد التقدير في طلع المؤهل الاعلى. بعديها كان في امتحان بيتعمل. هي كانت المشكله في الامتحان ده. ان كل مديريه كانت بتعمله حسب على مزاج الموجه العام بتاع المديريه. ف الله اعلم، ما اقدرش اعتبره اختبار صادق ان هو ده اللي عيل واحد. فكان التقدير هو الفصل وخلاص. التقديرات بترتيبها النسبه الترقبيه واجي معينه. عشان ما اديش اي فرصه للبلبله. سياده النائبه يعني هو يستحسن يعني النائب يستحسن هذه الفكره وهذا المقترح من قبل الدكتور حسين شحاته. فكره التدريب التحويلي اللي قال عليه الدكتور حسن. ايوه معانا. اسمع بقى راي الدكتوره ابو سيمة. أيوة. هو بس يعني الفكره، لو انا الاول قبل ما اعمل التدريب التحويلي انا اكلف بطاقه خريجين تربيه يا فندم. خريجين تربيه اصلا. أيوة. في شغل. يعني انا اعمل زي زمان ما كان يعني في بطاله في خريج التربيه. طبعا حضرتك. طبعاً حضرتك. واللي بيحصل ايه اما بنعمل الحاجات دي زي ما حضرتك قلت بالظبط. بالظبط. الناس اللي ليها حد في الاداره التعليميه، تجاره، زراعه، اي حاجه، بيتعين مدرس وخريج تربيه ما بيتعينش. عشان بمنطق ايه؟ طب ما انا اهل اللي بره. لا حضرتك، اعمل لي الاول تكليف لكليات التربيه، رجع التكليف اللي كان اتلغى. صح يا دكتور؟ مش كان في تكليف اتلغى؟ تمام. نرجع تكليف للتربيه، وبعدين اشوف بقى التخصصات، وبعدين التخصصات لازم تبقى متسقه، يعني انا ما ينفعش اجيب حد مثلا تجاره ولا زراعه اقول له اعمل لي علوم، درس لي علوم او درس لي. لا صحيح. انا اخد مثلا اداب، انا اخد علوم قسم الرياضيات، انا اخد اداب جغرافي، اداب تاريخ، اداب عربي، فاهمني حضرتك؟ ولا غيره، لكن ما تجيبليش كليات بعيده جدا عن حتى الناحيه الاكاديميه واقول له تعالى اتاهل وخش ادرس. ما ينفعش. طب نسمع الدكتور حسن في الكلام ده. دكتور حسن خليك معانا. دكتور حسن شحاته.
الدكتوره بوسينة قالت الكلام اللي انا عاوز اقوله فعلا. اتفضل. خريج كليات التربيه حتى الان لم يتم تعيينهم حتى حاصلين على دبلوم التربيه وليسوا يعني خريج اداب او علوم او غيره، خد بالنظام الكامولي سنه واصبح معاه دبلوم تربيه لم يعينه. انا عايز اقول لحضرتك فكره اخرى موازيه للفكره دي. انتوا المدرسين اللي بيتموا 60 سنه او دول المفروض يديهم 5 سنين لمن يريد ان يعمل غير 65 يرجعوا تاني. نمرة 2، بالنسبة للعاملين المدرسين اللي بيعملوا في الادارة وبيعملوا في الاشراف وبيعملوا كمدرسين دول او مديرين او بتاع دول كلهم ينزلوا اول وسيادة النائب قال لك ان في ناس في الجمعيات كده في يشتغلوا، لكن احنا عندنا اوريدي ناس جاهزين يا استاذ ماجد، ناس اشتغلوا في التدريس 60 سنه، ناس اشتغلوا في الاداره وهم في صحيح وهم اصلا معلمين، ناس بيشتغلوا في اماكن، كل الناس دي ناخدها نستفيد منها في تدريب ايضا عن طريق الفيديو كونفرنس، وهم في اماكنهم بيتم التدريب في المحافظه وعن طريق كل ده، كل محافظه فيها كليه تربيه، فين دور كليه التربيه في خدمة المجتمع وتنمية البيئة؟ ما بتخرج التربية وما بيشتغلوش، هتعمل ايه التربية؟ بنعمل لهم يعني انت بتقول دور كلية التربية، دور كلية بتخرج وما بيشتغلوش. اصيبت بالاحباط بقى. اللي هم ياخدوا تأهيل تربوي، تأهيل تربوي يعني فين المؤسسة اللي اسمها اكتوبر. انا معاك. أكاديمية المعلمين دورها ايه؟ ما تدرب الناس ما بتدرب المعلمين اللي موجودين وتدريب هذه لا قيمة له، وعشان يصرفوا مجموعه من الفلوس ويثبتوا على الورق ان هم تم تدريب المعلمين هم في الخدمه. وصلت درب الناس اللي من بره، درب الناس اللي هم اصلا غير مؤهلين تربويا. انت عند سيادتك 67% من العاملين في وزاره التربيه والتعليم غير مؤهلين تربويا، ده باحصاء. لا ده كلام خطير، ده كلام خطير اللي بتقوله سعادتك. 67% من العاملين في وزاره التربيه والتعليم غير مؤهلين تربويا؟ غير مؤهلين تربويا. فتره كده كانت مرتاح. يا نهار ابيض. خريج كليات التربيه تم قاعد من ايام الدكتور مرحوم حسين كامل ده من حوالي 2003 و4 تم الغاء التكليف، واصبح كل وزاره التربيه والتعليم ومدارسها مداح مداح زي الانفتاح، اللي عاوز يخش يشتغل ويعملوا اعلانات و30,000 معلم ودخل. أشكرك، ده كلام خطير. أشكرك الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج في جامعة عين شمس، عضو المجالس الطبية المجالس المتخصصة. ده كلام خطير جدا، هنناقشه بعد الفاصل. الكلام اللي قاله من المعلمين العاملين في وزارة التربية والتعليم غير تربويين، غير مؤهلين تربويا، هكذا ألقى بنا، ألقى بهذه الصخرة في هذه المياه الدكتور حسن شحاتة الأستاذ المناهج بجامعة عين شمس. ونرجع لضيوفنا سيادة النائب، إيه الكلام الخطير ده؟ يعني 67%، إيه السبب؟ لا. وإزاي المشكلة الخطيرة دي دلوقتي وإحنا يعني إحنا المنتج التعليمي ومنظومة تعليمك دي إزاي ده يستقيم ده؟ 67% غير مؤهلين تربويا؟ وانا بعمل منظومه جديده ومشروع جديد لتطوير التعليم في مصر. لا، هو 67% ليسوا من خريجي كليات التربيه. في بس يعني ال 67% دول مش كلهم يعني خريج كليات التربيه، المفروض ان بيتراوحوا ل 30%. تمام. في جزء مهم من الخريجين دول ولهم كل احترام وبيثبتوا كفاءه وهم خريج المعلمين. وبالذات في الصفوف الاولى. لا، المعلمين بيحسبوا تربويين على فكره، بيحسبوا تربويين. والله يا دكتور الاحصائيه اللي قالها الدكتور حسن مش مدخل الا معلمين؟ لا تربويين ازاي بقى؟ ولا خريج كليه التربيه. ليه؟ لان كان دايما كل شويه الوزاره تقول خريج كليه التربيه مبهدلين العمليه، خريج كليه التربيه. ما هو قال لك من 2000 الغوا التكليف. يعني عايز ينفعلوني الرد، ينفعلوني الرد ان 30% من العاملين عندك هم خريج كليه التربيه بس، هم اكثر الناس كفاءه وخريج المعلمين معاهم. انما هو التعديل بس في الجمله دي، انا مش بايدي اغيره. عشان نتكلم كلام مفيد للتطوير. طب هم دول هيعوقوا؟ يعني دول معوق؟ ولا دول هتعامل معاهم ازاي؟ النسبه دي
النسبه الموجوده 67 هم ابتدوا ياخدوا 67 يعني اكيد المعلمين دول على الاقل فيهم 20% معلمين على الحاجه و30% اللي هم كليه التربيه الاخرين اجبروا ان هم ياخدوا. طب يعني كام النسبه يعني لو لا ما معيش ارقام محدده انما برضو هذا لا يمنع ان انا عندي مشكله في المعلمين اللي عندي عشان ان هم غير قادرين على تنفيذ التطوير اللي بنحلم بيه مش فاهمين وانا مجبر انه لازم يشتغل ولازم ياخد جدول لان انا ما عنديش ولو عملنا له اختبار في الكفاءات والمهارات جزء كبير منهم مش هيعدي في هذه المهارات صحيح احنا مش مختلفين بس انا المشكله انا الوضع الحالي ما انا قلت لمعاليك ان فيه مسلمات وفيه ماضي اي وزير بيجي بيتعامل مع الماضي ده ما قدامش حل عنده 1,200,000 معلم جزء كبير منهم زي ما قال الدكتور حسن شحاته ما هماش قادرين على تحقيق الهدف اللي الوزاره عاوزاه فطبعا هو مش معين في العمليه عشان كده لما جم ينقوا المصطلح ده مهم جدا اختاروا اللي هيدرس لاولى ابتدائي حطوا عليه شروط عشان البرنامج ينجح في اولى ابتدائي عايز ينجح البرنامج فاللي اولى ابتدائي ده لا احنا هنا قدر الامكان مجموعه ينطبق عليها الشروط من داخل ال 50-60% اللي يقدروا ينجحوا البرنامج والباقيين ادينا ماشيين اولى والسنه الجايه ثانيه وربنا يسامحنا في الطريق يا دكتور يا دكتور رايك ايه في الكلام اللي قاله دول ست نجم ودكتور حسن شحاته؟ لا طبعا هو عدا هو وجود معلمين غير مؤهلين تربويا دي موجوده زي ما حضرتك زي ما حضرتك قال 2003 هي مشكله ايه؟ مفيش حد غير قابل للتعلم يا كل بني ادم قابل للتعلم كل بني ادم قابل للتطوير ولكن على ان تخلق له البيئه الجيده الحسنه والماده الجيده عشان يتطور انت عارف حضرتك كل التدريبات اللي بيعملوها المعلمين حتى الدبلوم التربوي شكلي هو بيروح حتى لو راح عمل دبلوم تربوي يعني التدريب عشان بيتم ده تدريب شكلي مش شكلي تدريب عملي كل التدريبات حضرتك شكلي ده كلام خطير بتقولي ده برضه يعني عملية وهمي يعني ده هو لا 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 انا ما بتكلمش على ابتدائي لا لا معلش هذا التدريب اللي تم هذا العام لا يا جماعه ما بتكلمش على ابتدائي هذا التدريب اللي تم 67 دول انا لا انت ما فهمتني غلط انا مش بتكلم على التدريب الجديد بتاع اولى ابتدائي على المنهج الجديد لا انا بتكلم على اصل حضرتك اللي هم 67 اللي هم غير مؤهلين تربويا هم المفروض قالوا اصل هم هياخدوا دبلوم تربوي وبيدوهم دورات تدريبيه تربويه طب انا معايا انا بقول لحضرتك ان 67 دول اللي هم انا بتكلم على التدريب بتاع اولى ابتدائي انا بتكلم على الناس المدرسين قدام اللي بيقعدوا يدربوهم اللي هم بيتدربوا ولا الحاجات الموروثه ولا بيتدربوا ولا بيتطوروا وكل التدريبات عباره عن اشياء شكليه وفلوس مهدره دي معروفه اهدار مالي عام كمان عام في تدريب شكلي طبعا طب ناخد الجمهور بقى يعني الناس برضو ياسر من القاهره نسمع ياسر من القاهره فاخين مسلمين ماجد الله يخليك استاذ ماجد السؤال بس سيد نائب حضرتك دلوقتي حضرتك بتتكلموا على اتفضل على الاولى ابتدائي طب حضرتك اللي كي جي 1 واللي ما دخلش خالص كي جي 1 دوت لغايه دلوقتي التنسيق الثالث اللي نزل 5 سنين و7 شهور طيب اللي اقل من كده طب بيعمل ايه حضرتك ويعمل يعني هيخش ازاي بعد كده ايه اللي يضمن فين الضمانات حضرتك وقت ده اللي انا عايزها دلوقتي ان انا ابني هيخش السنه دي كي جي 1 لغايه دلوقتي نسال اي جهه مفيش نسال الاداره يقول لك ما نعرفش حاجه تجريبيات استقبلهم بالظبط كده مدارس تجريبيه دول وضعهم ايه؟ دول وضعهم ايه دلوقتي؟ بس مدارس تجريبيه بالظبط مع ان الموضوع دوت يعني عامل رعب جدا جدا للامهات عامل ازاي؟ ف ولا يعني طب هندخلهم ايه؟ طب هندخلهم مدارس سوات انترناشونال خد بالك ب 3000 جنيه او 4000 جنيه طب وبعدين؟ مشكور هو مشكورك مين معانا مين اتاحه نوع من اسكندريه طب ناخد مجموعه من بس من المواطنين كده وبعدين نرد في الاخر يا جماعه معانا نوع من اسكندريه اشكرك استاذ ياسر معانا نوع خط قطع ست النائب تحل المشكله دي ازاي؟ لا ده مشكله ما عنديش حل دي مدارس تجريبيات محدده ميزتها ايه؟ هي قريبه هي اسمها مدارس لغات هي مدارس خاصه للطبقه المتوسطه لان هي البديل عن التعليم الخاص لمن لا يمتلكون الاموال فبيبقى مصاريفها 800-900 ده عندنا في بني سويف الفكره بتزيد شويه فاسعارها في المتناول بيضطر يضحي بسنه من عمر الطفل وسنه ونص اعدادها محدوده في سبيل ان ابنه يدخل مدارس خاصه
يعني هو مدرس لغات قصدك؟ مدرس لغات تجريبية سابقا وهي لغات حاليا. فانا عندي عدد محدد، ما عنديش عدد مدارس تجريبية كتير اقدر اغطي كل انا اعتقد السنة اللي فاتت رقم بتاع السنة دي معرفوش، كان عندي 55,000 في القاهرة بس انتظار مدارس تجريبية. شديد. وضحى بأمر ابنه سنة عشان كده لما جت الوزارة قالت ان التجربات هتتعامل معاملة الحكومة على بد ايه ونفس التعليم، قالوا ازاي ده احنا ضحينا بعمر ولادنا بسنة واتنين في سبيل ان ابننا يدخل المدرسة دي. معانا الدكتور محمد فرجة بالنور كاتب الصحفي ومحل اقتصادي المعروف، اهلا بيك يا دكتور. استاذ ماجد واهلا بضيوفك الكرام. اهلا بيك يا دكتور اتفضل. يعني انا اسف ان انا ارجع بيكم لجزء من اللي كنتم بتتناقشوا فيه قبل كده اللي هو يخص عجز المعلمين. في معلومه خطيره جدا برزت في الفتره الاخيره انه السيد الوزير قال ان احنا محتاجين من 260,000 فصل عشان نقلل الكثافات الى ما تكون كثافات معقوله يمكن فيها ان ندرس اي منهج مقبول. تمام. السيد رئيس الجمهوريه اتكلم عن 250,000 فصل محتاجين لتكلفه 130 مليار جنيه عشان يتم انجازهم في خلال 3 إلى 4 سنوات. إذا نحن أمام مسألة جدية جدا لم يتم بحثها من قبل، ألا وهي ضرورة توفير الميزانية. إذا احنا عايزين نطبق خطة لتطوير التعليم بجدية ضرورة توفير ميزانية قدرها 130 مليار جنيه خلال 3 إلى 4 سنوات. نمرة اثنين، احنا لما هنوفر 250,000 فصل أي حوالي 60,000 فصل في السنة حسب كلام السيد رئيس الجمهورية، يعني محتاجين مدرسين ومحتاجين مدرسين مؤهلين ايضا، وعندنا عجز دلوقتي 40,000. بالتالي احنا اذا عمليه جديه جدا خطه الوزير في مجملها، مع كامل احترامي كثير من الامور لم تكن معمول حسابها وهي امور حاسمه في تنفيذ الخطه دي. صح. يعني بمعنى انا الان وضعت العرب امام الحصان، حطيت خطه وانا لم اكن قد درست الوضع كويس كما ينبغي. كويس جدا ان بقى فيه داتا بيز عملها السيد نائب الوزير، وده شيء يستحق الاحترام ويستحق التحيه لان دي البدايه المنطقيه تماما كانت لاي خطوه. للاسف ان ده ما اتعملش. النهارده وانا بناقش عمليه التطوير وخطه الوزير انا لازم اناقش من اين لي ان انفذ كلام رئيس الجمهوريه بامتلاك 250,000 فصل في الفتره الجايه عشان يبقى في كثافات انسانيه. محافظ اسكندريه بكى والكلام ده نزل في مصر اليوم صفحه اولى تحت المانشيت مباشره، وقضيه الكثافات اصبحت قضيه ملحه جدا جدا لا يمكن من غيرها التطوير. انت على ما تسيطر على الفصل ولا اي مدرس يسيطر على الفصل محتاج وقت طويل جدا، وموضوع الفترتين كل الحاجات دي لم تناقش. الان انا ازاء ضروره بناء 60,000 إلى 80,000 فصل في السنه ووجود مدرسين مؤهلين ليهم، وكل ده يعني ميزانيه ضخمه جدا. صحيح. اذا لما تتصدى لهذه المساله بشكل مباشر اذا نحن نناقش خارج الموضوع. شكرا جزيلا. اشكرك الدكتور محمد فراج الخبير الاقتصادي المحلل الاقتصادي والصحفي المعروف، الف شكر. هطلع فاصل ونرجع بكم من جديد. اعزائي المشاهدين، التعليم موضوعات كثيره جدا، الملف مفتوح والملف شائك والملف حساس وضروري ومهم جدا. لا كل يوم بنعرف معلومات جديده وتتكشف لنا حقائق جديده. مش عارف يعني احنا عايزين نتكلم عن الحلول يا جماعه. يعني الدروس الخصوصيه هل ينهي؟ يعني عايز اطرح مجموعه من الاسئله في شكل يعني ونشوف حلول ليها. الدروس الخصوصيه هل النظام الجديد سيقضي على الدروس الخصوصيه؟ كيف نصلح حال المعلم وباعتبار المعلم هو حجر الزاويه الاساسي في اي نظام تعليمي، اي نظام تعليمي، وخصوصا وانت سياده النائب انت هبدا معاك كنت قدمت مقترح لرفع راتب المعلم من 3.5 كراتب اولي الى 8.5 مليون الف جنيه. ايه اللجنه؟ لجنه التعليم يعني. ما امكانيه تطبيق ذلك؟ لان لو اصلحت حال المعلم، هل لو اصلحت حال المعلم ورفعت راتبه ممكن ان يقضي على الدروس الخصوصيه ويحل لي الموضوع ده؟ انا هنطلق من راي الوزاره الحالي في موضوع الدروس. كلام متناقض. اول حاجه يقول ايه؟ النظام الجديد سوف يلغي الدروس الخصوصيه والامتحان اوبن بوك بعد 6 شهور. ايوه. لابد من قانون لمنع الدروس الخصوصيه. ترجعت في كلامك، ما انت في الاول قلت النظام الجديد. النظام الجديد. طب وكل شويه يقول ايه؟ هناك حرب
ضد هذا التطوير للمعلمين، ده انا عاوز اقول له المعلمين سعداء بالنظام الجديد. اكيد. ليه؟ كان مدرس انجليزي واحد بيدي الثالثه ثانوي، دلوقتي هيدي الاولى وثانيه وثالثه، لان في الاول وفي الاخر ده مكتب تنسيق. ومكتب التنسيق انا محتاج ربع درجه عشان ادخل الكليه. هذا التخبط في القرارات والتصريحات الصادره عن وزير التعليم والمسؤول الاول عن التعليم في مصر، ماذا نسمي هذا التخبط؟ من المسؤول عن هذا التخبط والنتيجه مين يعني؟ بالنسبه للجزء بتاع زياده مرتبات المعلمين ده في قانون تم تقديمه، والدكتور وزاره الدكتور لما كان الدكتور هاني شربيني تقدم به وشاركتنا فيه نقابه المعلمين. ايوه. والاستاذ الزناتي نقيب المعلمين حضر ودفعه، وفعلا وصلنا الى رينج منطقي. عايز اقول لك رينج كان اسمه ايه بس تحسب عليه، كنا بنسميه حد الفقر. انه يبدا من 2500 او 3 لحد مراحل ماشي مع المعلم. وكنا حاطين له درجات مقابل حصوله على هذا المرتب، مش معنى ان كل المعلمين ياخدوا. في معلم بيدرس خصوصيه خلاص مالكش. وكان في قواعد منظمه بحيث ان يبقى في زياده منطقيه عشان اقدر احاسب المعلم. اه انت وصلت للمرتب ل 8,500 هذا زي ما حكيت لمعاليك في الاول، هذا القانون تم سحبه ورجع تاني للوزاره وفي انتظار التعديل بتاعه. طب ايه من وجهه نظرك ومن وجهه نظرك انت كتربويه وفي القصه ديت، ايه ما يكفي المعلم، الراتب اللي يكفي المعلم يمنعه من يدي دروس خصوصيه؟ يكفيه يعني، يكفيه اقتصاديا ويحسن احواله المعيشيه ويحول بينه وبين يدي درس، لان هو مضطر يعمل ده عشان ما بيكفيش هو. بس انا عايز اقول معلومه صغيره، حاجه مهمه جدا الناس مش واعيه ليها، ان الدروس الخصوصيه ما بقتش ليها علاقه بالمدرس قد ما بها علاقه بثقافه المجتمع. ثقافه الناس هي اللي عندها هلع ان ولادها مش هيتعلموا الا لو خدوا دروس خصوصيه. من الدارين؟ لا يا فندم معلش زهراء، معلش كي جي 1 وكي جي 2 يا دكتور بياخدوا دروس ولا لا؟ بياخدوا. بنتك بتاخد درس ولا لا؟ بتاخد. سنه كام؟ كي جي 1. طب انت دي خدت ايه بقى من منهج عشان ما تفهموش علشان تجيب مدرس من بره يشرح لها؟ ايه بقى تقصير المدرس؟ نفسي اعرف ايه المجموع اللي عايزها. يا كابتن كي جي 1 كي جي 1 بس صغيره عندي، قالوا لها راحت مامتها تسال المدرسه مستواها، قالت لها هي عايزه درس. سيادتك معانا زهراء اسماعيليه. دي ثقافه ايه؟ ثقافه مجتمع. زهراء اسماعيليه. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم، اتفضلي. حضرتك احنا طلاب اولى ثانوي. ايوه. ومفروض ان كانوا يسلمونا التابلت من اول الترم. مفيش تابلت جه. المفروض ان هم دلوقتي بيقولوا ان هم هيسلمونا التابلت في الاسبوع اللي جاي. تمام؟ المدام لما حضرتك بتقول ان الامتحانات هتكون 30 ديسمبر. فين الوقت اللي احنا هنتدرب فيه على التابلت؟ ماشي؟ وفين الوقت اللي احنا نخلص فيه المناهج؟ والوقت اللي احنا نخلص فيه المراجعة؟ صحيح. سؤال منطقي جدا يا زهراء. طالب حاسس بالمنطق بالمعاناه. بنت طالبة ده اللي انا بقوله يا جماعه. حتى لما بيقول لك الاسبوع الجاي قالوا لهم هيسلموا الاسبوع الجاي. طب لما يسلموا الاسبوع الجاي يبقى شهر 11 خلص، والامتحانات زي ما الست بتقول لك ازاي؟ لا لسه الكميه كلها ما وصلتش. يعني ما فيش؟ لا في كميه وصلت كبيره، بس لازم ال 708,000 يوصلوا. انا عندي بيقول لك وصلوا دفعتين تقريبا؟ انا عندي 708,000 طالب. ايوه. 708,000 ياخدوا. لازم كل الكميه تبقى متاحه عشان نبدا نوزع. يعني احنا عايزين 708,000 طالب يبقى 708,000 تابلت. طبعا. عشان يتوزع عليهم هذا التابلت. واحنا برضو بنعاود كلامنا من تاني، واحنا يوم الحد ده حوارنا اللي ممكن نديها رد لبنتنا. انما انا مبدئيا كشخص مش نائب، كاستاذ في كليه التربيه او كمواطن اشتغلت معلم رياضيات، اجل العام القادم. طب ما عندكش ما ده اللي الناس قالوه، ما ده اللي قلنا كده من زمان، ادي وقت، خد وقتك. يعني ما ينفعش تروح في التعليم مستعجل. الدوله تكلفت الكثير في سبيل هذا التابلت. الدولة منطق الأولوية بتسعى بقوة أن يكون عام تعليم. فعلا هذا عام تعليم. وكلنا أمل في أن التابلت يحقق نجاحات. تمام. ولكن الظروف حكمت أنه ما جاش لحد نص السنة. هعمل إيه؟ طب ده عندي حاجة أصعب. اتفضل. مين اللي هيحط الامتحانات؟ المركز القومي للبحوث. تمام. تقوم الامتحانات. أيوه. مظبوط؟ هل هم جهزوا الامتحانات؟
مفيش تابلت. طب اسمعوا نسمع السؤال الثاني. اي امتحان بعمله لازم يقاس له ثبات وصدق. ثبات يعني ايه؟ يعني اجربه على اولاد 30 40 طالب هذا الامتحان قبله عشان اشوف مدى ثبات الاختبار ده. طب هل المركز تقوم الامتحانات عمل ثبات على هذا الاختبار؟ هل هو عمل بنك اسئله؟ لا لا معلش يا دكتور هو ما هو معلش ما هو الدكتور المركز رافض يتعلم مع حد. هو في بنك المعرفه في عامل سايت في بنك اسئله لاولى سنه. لا بس هما مش بتوع مش اللي انت بتقول عليه يعني محطوط في بنك اسئله فعلا بنك المعرفه حاجه تانيه بقى. احنا ما هو بنك المعرفه بنسميه بنك ده بقى بنسميه مخزن. ايه الفرق بين البنك والمخزن؟ معرفش. عشان يبقى بنك لازم يتعمل له ثبات وصدق. ده حاجه تربويه كل الناس عارفاها. تمام. قبل ما اطبق الاختبار لازم يتعمل له ثبات وصدق وموضعيه. عشان يقارن بين الطلاب. هل هو تعمل انما لو هي مجموعه اسئله محطوطه ورا بعضها فهو مخزن. مخزن اسئله باخد منه. هو ما اتقننش الاسئله دي ما اتقننتش. هنطبقها امتى؟ المنطق بيقول ان الترم الاولاني كان امتحانين يعني المفروض الاسبوع اللي فات كان امتحان وبعد اسبوعين ثلاثه امتحان. انا الدوله تكلفت الكثير. وانا اذكر معالي الرئيس لما المدارس اليابانيه جينا نبدا العام الماضي وشعر بعدم وجود ان العمليه مش 100% انا لسه ما خدتش كل سنه ما فيهاش حاجه. وفعلا المدارس اليابانيه احنا بنشكر القياده وبنشكر الرئيس السيسي بدايه موفقه. حتى المعلمين اللي في هذه المدارس انا مش عايز اقول لك مدى كفاءتهم مرتباتهم مشجعاهم. خدوا وقتهم يا فندم خدوا وقتهم يا جماعه ما ده اللي احنا عشان كده. تمام التخطيط. تمام انا عندي تخبط. انا اقول لي معاك حاجه توصل. طيب عشان انا وقتي خلص انا قدامي دقيقتين اتنين يعني كلمه اخيره بقى كلمه اخيره بقى لو علم الامور متخططه ما كانش يحصل التضارب ده. تضارب ايه تاني؟ كل انواع التعليم هتكون موحده ومنها التجريبيات بعد شويه. لا تجريبيات خلاص لا لازم الكلام ده يا جماعه ده فهم غلط. انت بترصد التخبط في قرارات المتعلقه بالعمليه. كل حاجه محسوبه بالدقيقه. دي الكلمه دي اتقالت عندي في لجنه التعليم بالناس. كل حاجه محسوبه بالدقيقه. ما التابلت اجله. قال لا دي كل حاجه محسوبه بالدقيقه. وتحت مسؤوليتي. وبعد كده ما جاش حاجه. طب كلمه اخيره تقولها للوزير. كلمه تقولها للوزير طارق شوقي المسؤول الاول عن التعليم في مصر. لا انا ولا بقول له كان الله في عونك او اي من يتولى مكانك. أيوه؟ لان انت عندك ازمات تراثيه موروثه. فاي تطوير كان الله في عون من سيطور. ولكن انا كل مطلبي ان وجود خطه واضحه. هناك لازم اعرف انا بطور على مين. التطوير اللي بيتعمل في بعض البنود وبصفه خاصه ثانويه عامه كان متطلب حاجات كتيره قبلي وبعدين نعمل هذا التطوير. تمام. ببساطه شديده انا كنت محتاج فصول كنت محتاج مدارس. طيب. كنت وبعد كده اعمل النظام الجميل يبقى انا عملت النظام قبل ما اعمل. سياده النائبه الدكتوره ابو سعيده عبد الرؤوف انا برضو نفس متطابقه مع سياده النائب ان احنا يا دكتور انزل ارض الواقع لو سمحت. ارض الواقع تختلف عن الورق. الورق سهل الافكار على قارعه الطريق ولكن تنفيذ هذه الافكار وارض الواقع هي الفيصل. ارض قماشتك مش سامحه لكل افكارك. لازم تشوف القماشه لازم تشوف الواقع اللي احنا عايشينه. يا معالي الوزير طارق بيك شوقي وزير التربيه والتعليم وانت مهندس نعرف ان انت راجل مهندس انزل الى ارض الواقع والمهندس لا يتعامل بالورق. مهندس بينزل موقع. انزل موقع يا معالي الوزير الى ارض الواقع. الافكار على قارعة الطريق. التعليم حق دستوري وقانوني لكل مواطن نص عليه الدستور. التعليم مجاني في مصر حق دستوري لكل مواطن من حقه يتعلم. لولا التعليم ما وصلنا هنا. التعليم بس عالمي. التعليم حق عالمي. حق عالمي كمان لو سمحت الدكتورة. اشكر ضيفي الكريمين سيادة النائب عبد الرحمن عبد الجواد وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب. الف شكر سيادة النائب. الدكتورة بسيمة عبد الرؤوف الخبيرة التربوية الف شكر. التعليم كالماء والهواء. الملف ما زال مفتوحا. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة مولد النبي الشريف ونشوفكم الاسبوع الجاي. السلام عليكم.